نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريا بمحافظة بورسعيد لدعم ترشح السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بمشاركة عددا من مسؤولي الحزب. بحضور كبير لقيادات حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد، أقيم مؤتمر جماهيري حاشد ضم الآلاف من أبناء المحافظة وقيادات الحزب والقيادات الدينية لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة. حزب حماة الوطن بيدعم حملة السيد المرشح عبد الفتاح السيسي، واخد موضوع الدعم ده على عاتقه سواء داخل مصر أو خارج مصر. جيت هنا طبعا للمدينة الباسلة وشعب بورسعيد، وكان واجب على الواحد يحضر هذا الحشد الجماهيري الضخم. احنا النهاردة بنوصل رسالة لكل أهالينا في مصر وأهالينا بورسعيد بوجه خاص، إن كلنا خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتخذه من قرارات، وبنقول له احنا وراك يا ريس عشان نكمل مشوارنا اللي احنا بدأناه واللي سيادتك بتحلم بيه لمصر. هنكون وراك خير داعم وخير مؤيد بإذن الرحمن إن شاء الله. أنا هنا النهاردة جاي أقول كلمتين. كلمة الأولانية، لازم بورسعيد تنزل كلها تحضر يوم التصويت، عشان كده النهاردة لازم نقف مع رئيسنا، وزي ما قلت كلمة، رجل المرحلة، هو اللي عايزينه الفترة اللي جاية يكمل استثماراتنا ويأمن بلدنا. وإن شاء الله يا شعب بورسعيد مش هتغسلونا أبدا، وحنبقى أكبر شعب يأيد الرئيس ويحضر الانتخابات. دعا المؤتمر الجماهيري إلى ضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات لتجديد الثقة ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة لاستكمال الإنجازات التي بدأها وقيادة سفينة الوطن لبر الأمان وسط أمواج إقليمية عاتية. احنا كلنا على قلب رجل واحد، جميع الأحزاب، جميع النقابات، جميع المؤسسات والمجتمع المدني كله على قلب رجل واحد، جايين لتأييد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لفترة قادمة بإذن الله. عشان أقول لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كمل المشوار اللي بدأته، وعشان نبقى في أمن وأمان، ضد الإرهاب، ضد الحروب، ضد الأعداء الخارجيين والداخليين، ضد أي حد بيهدد أمن مصر، إحنا معاه وفي ظهره. عايز أقول له يا ريس، كمل إنجازاتك، كمل العاصمة الجديدة، كمل العظمة اللي أنت عاملها في جمهورية مصر العربية.